سلام خوتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله جبت لكم مبيد حشري صنع منزلي 100% ولا يضر بالنبات او بالثمار ديالها، وجربته على اعنف اللي هي كتدمر النبات الذبابة البيضاء كيف ما كتشوفوا، فهي ميتة على الاوراق، فالنتيجة قدامكم. المهم اخوتي ندوزو للمباشر. كتجيب ليمونة، حامضة، 3 دروس ديال التومة، شي فلفلة تكون مشنشطة ريحتها ما تقدرش تشمها، الخل ولا الصابون البلدي ولا الصابون ديال الماعن. ما عندك صابون البلدي فيمكن لك تستعمل الصابون ديال الماعن. فاخوتي المكونات فراها بسيطة، موجودة في أي بيت، موجودة في أي منزل. المهم اخوتي كتقطعهم على هذا الشكل هذا، كتجيب خلاط كهربائي كتجمع فيه هذا الليمون والفلفل الحار وهذوك التمار ديال الثوم، كتجمعهم كاملين كتديرهم في الخلاط الكهربائي. من بعد اخوتي كتزيد عليهم شي كاس ديال الماء كبير وكتخلطهم اخوتي على هذا الشكل هذا. ومن بعد اخوتي كتجيب شي وعاء كيف ما هكا اخوتي، كتجيب شي قماش او ثوب فكديرو فوق من الوعاء وكتكب فيه ديك الخلطة ديالك، باش هكا كتصفيه وكيتصفى مزيان وما يخسرش لك حتى البخاخ اللي غادي ترش به. ومن بعد اخوتي راه كيتصفى معاك على هذا الشكل هذا. هنا اخوتي كتاخد ملعقة ديال الخل، ماشي بالضرورة يكون هذا النوع ديال الخل، فيمكن لك تستعمل اي خل، اي خل عندك في المنزل فراه يمكن لك تستعمله. فكنديروا هنايا ملعقتين او 2 عواشق ديال الخل، وكنديروا في الصابون حتى هو ملعقتين ديال الصابون كيف ما قلنا، صابون ديال الاواني او صابون البلدي. الا ما عندك صابون البلدي فراه يمكن لك تستعمل صابون ديال الماعن. صافي اخوتي وكنخلطوهم بحال ما هكا كيف ما كتشوفوا. من بعد اخوتي كنشوفوا شي قنينه كنديروا في هذاك المحلول ديالنا، ومن بعد كنجيبوا البخاخ ديالنا. فانا عندي هذا البخاخ فهو تيهز 2 لتر ديال الماء، فهنا اخوتي انا غادي ندير فيه 3 ولا 4 الملعقات. المهم انا غادي ندير هنايا 4 تقريبا ديال الملعقات، يعني تقريبا كل لتر مع ملعقتين فكيف ما كتشوفوا هنايا. ومن بعد اخوتي فبكل بساطة كنرشوا النبات ديالنا كيف ما كتشوفوا. انا عندي هنايا الباربة، والباربة في حساسة وهي كتجي ليها الديدان بزاف، فكان غادي نرشها ان شاء الله كيف ما كتشوفوا قدامكم. ومن بعد غادي نرش هذا الجزر او خيزو حتى هو، فهاد الخير راه مزروع في محابق وهذا اللفت حتى هو خصو يترش، فهو كانت بدات فيه الدودة وديجا رشيتو ومن بعد ما بقاتش فعطى نتيجة. هذا المبيد لهذا بارطاجيتو معكم. وخوتي بغيت نوصيكم ملي تشوف شي مبيد يكون مصنوع في المنزل، فملي تصيبو اول حاجة خصك دير اخوتي خصك تجربو في شي ورقة حتى الغد ليه في الصباح ملي تشوفو محرقش لك النبات، ديك الساعة يمكن لك تستعملو. اما بالنسبة لي هذا فانا هم استعمله وعارفه وعارف النتائج ديالو. فكيف ما كتشوفو هنا فهذا السلاوي شوفوا يلا بدات فيه الديدان كيف ما كتشوفو خصو يداوى. وحاجة اخرى بغيت نوصيكم عليها اخوتي، عمرك ما ترش النبات ديالك ملي تكون الشمس حارقة ولا دير ليه شي سماد، فهكذا راك كدمر النبات ديالك. وما ديرش لي شي مبيد في الوقت اللي تكون فيه درجة الحرارة مرتفعة، فمن الأحسن أنك تداوي أو ترش النبات ديالك مساء كما نقوله في المغرب في العشية تكون الشمس هابطاش، هنايا ما غادي يوقع النبات ديالك والو وبالعكس غادي يستافد. فكيف ما كتشوفوا اخوتي هذا النبات اللي قدامكم فهي القرعه الحمراء الكبيره مزروعه في اكياس ديال الدقيق، وكيف ما كتشوفوا هنا الصوره قدامكم الذباب الابيض اللي هو اعنف حشره كتدمر النبات. فكيف ما كتشوفوا النتيجه قدامكم فهو ميت ميت فوق الاوراق. وحاجة أخرى أخوتي بغيت ننبهكم لها، فراه خصك ترش النبات ديالك 3 أيام في الأسبوع.
علاش ترشوا النبات ديالنا 3 ايام في الاسبوع؟ دابا كاين اللي كيشوف بان الحشرات اللي عنده في النباتات ماتت، كيقول صافي يعني ما بقاش عندي الحشرات. لا، راه كيبقى البيض ديالها، يعني ملي كيموتوا الحشرات كتفقس داك البيض ديالها وكيعاودوا يرجعوا لك الحشرات النباتات. لهذا خاصك تسقي 3 ايام او 4 ايام في الاسبوع، باش ملي كيموتوا الحشرات كيعاودوا عاوتاني يزيدوا البيض ديالهم، فراه كيلقى البيض كيتسناه. وهكا غادي تكون تهنيتي من كاع الحشرات. وكنتمنى خوتي نكون فدتكم، وساعة سعيدة، والسلام عليكم.